ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يعظموا هذه الأنواع في نفوس الناس. الوازع الطبعي والوازع الشرعي والوازع السلطاني. والوازع السلطاني وازع عظيم. بعض الناس لا تجد عنده وازعا طبعيا، نفسه خبيثة ولا يبالي بالشرع، لكن عنده الوازع السلطاني. ولذلك لو يختل الوازع السلطاني تجده راس شيطان. وهذا يظهر في كثير من البلدان عندما يحصل انقلاب مثلا ويختل الوازع السلطاني، يظهر الشياطين. مرة كنت في بلد من البلدان وحصل انقلاب وأنا فيه، نهب البلد في خلال 3 ساعات. حتى جاء الإخوة أول ما صار الانقلاب قالوا والله امشي شيخ، نحن في فندق هو الوحيد في الدولة 5 نجوم من أجل الأمان. قالوا يلا يا شيخ ما يصلح تبقى في هذا الفندق، بعد دقائق سيسلب. وأخذوني إلى حي فقير من أفقر ما رأيت في حياتي، قالوا هذا ما يأتي إليه اللصوص. وبقيت فيه 3 أيام، لكن والله حال البلد سبحان الله ما ترك شيء. الصيدليات، البقالات كلها نهبت، ولا ما استطاعوا يسرقوه حطموه، السيارات قلبوها. فقلت سبحان الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقال 60 سنة بإمام جائر خير من ساعة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد رأينا التجربة والله بأم أعيننا. وما يرى في العالم اليوم يبين ذلك، ويبين لك يا أخي أن سلامة المسلمين في منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح أمان للأفراد، أمان للدول، أمان للعقيدة، أمان لكل شيء. والله الناصح للمسلمين لا يعتني إلا بنشر منهج السلف، ويحارب المناهج الهدامة التي تنشر الشر. فيه كل خير. ولا ترى شرا عاما إلا إذا اختل منهج السلف. وذلك يا إخوة يجب علينا أن نتعلم المنهج وأن نعلم المنهج بالحكمة والموعظة الحسنة والعلم المؤصل المدلل، وأن نبين فساد المناهج المخالفة بالدليل والعلم المؤصل، حتى يكون في ذلك الخير للبلاد والعباد. نعم.